كانت عن 86 سنة، بس ما شاء الله ذاكرها زي الفل. زي ما قلت لحضرتك، هو يعني من واقع وطنيته انه مش عايز مشاكل، هو هيقف في مستشفى المعادي، مش هيتنقل في حته ثانيه. هو اصلا كان طالع بعد الافراج، طالع من مستشفى المعادي من غير ما تبقى اقامه جبريه يعني. وقال لي انا لو عايز بقى تنزل هنزل، لكن انا ما اقدرش عشان البلد. فهي دي وطنيه وبلد ودوله. وزي ما قلت لحضرتك، مش حاجه ما بيغلطش، ما احناش منبيه.